السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. القصة اللي عندنا اليوم هي قصة تتعلق بما يعرف بتناسخ الأرواح، الشيء اللي أنا مو مؤمن فيه أبدا، والمفروض إحنا كمسلمين أصلا ما نؤمن فيه أو حتى كمجرد أشخاص يفكرون بمنطق. طبعا تناسخ الأرواح معناه رجوع الشخص البشري إلى الحياة في جسد إنسان آخر، كأن روحه هذه طلعت منه بعد ما مات وانتقلت لإنسان آخر، فهذه الروح المفروض إنها تحمل ذكريات الإنسان هذاك اللي مات في السابق ومشاعره وأحاسيسه. هذه الفكرة الأساسية. فقصتنا اليوم عن امرأة اسمها دورثي إدي، واللي انعرفت بعدين باسم أم سيتي تيمنا بالفرعون سيتي الأول. قصة دورثي أو أم سيتي قصة غريبة جدا وفيها أحداث غير منطقية، مع ان احنا ما نؤمن بتناسخ الارواح، لكن كان في ادعاء ان دورثي هذه تقمصت روح كاهنة فرعونية قديمة من صغرها، وهذا اللي ادى بعدين الى انتقالها للحياة في مصر، وهناك ساهمت باستكشافات اثرية كبيرة، وكانت تعرف اشياء المفروض انها ما تعرفها ولا حد اصلا في الدنيا المفروض انه يعرفها، خاصة يعني انها هذه المرأة انولدت في انجلترا وعاشت فيها أول 27 سنة من حياتها، فكيف هذه المرأة الإنجليزية صارت تعرف كل هذه الأسرار الفرعونية القديمة وساعدت على اكتشاف كل هذه الآثار التاريخية، وكانت تعرف عنها أشياء المفروض أنها ما تعرفها ولا حد في الدنيا يعرفها. قبل ما نجاوب على هذا السؤال، إذا كنت من محبين القصص الغامضة والمخيفة، فهذا الفيديو بالتعاون مع أصدقائنا في ستوري تيل، طبعا إذا ما كنت عارف شو هو ستوري تيل فمعنى أنك ما تشوف مقاطعي، لكن معني ستوري تيل هو أكبر وأضخم تطبيق ومنصة عربية للكتب الصوتية، مكتبة ضخمة للقصص والكتب في مختلف المجالات اللي يحبها قلبك، مرة بتحصل فيه كل شيء تتمناه. بس اليوم راح أخبركم عن سلسلة قصص غموض ورعب مميزة أطلقوها ستوري تيل هذا الشهر. السلسلة هذه بعنوان صخب الخسيف، من كتابة المبدع أسامة المسلم صاحب رواية خوف اللي اقترحتها عليكم سابقا. بس هالمرة السلسلة هذه مش مجرد قصص صوتية وبس، هالمرة ستوري تيل رفعوا المستوى وصنعوا دراما وإنتاج إبداعي من هذه القصص. ما راح تستمع لمجرد كتاب صوتي، راح تستمع لدراما صوتية، دراما فيها ممثلين ومؤثرات وموسيقى ومستوى إنتاج عالي جدا جدا، ومثل ما يقولون التجربة خير برهان. خلوني أسمعكم. اللعنة، لقد تعطلت السيارة والجوال لا يعمل. من هنا؟ أنت قلت بأنك لن تقتلني، هل ترغب في أحجية أخرى؟ ما هذا؟ أقارب، ابتعدي عني. هل ترغب في أحجية أخرى؟ نعم أيها اللعين. فيعني انتم ما راح تستمعون لمجرد كتاب او قصة صوتية، انتم راح تستمعون الى عمل وانتاج ضخم وابداعي جدا بيعيشكم الجو على اصوله، وهذه طبعا مجرد سلسلة واحدة راح تحصلونها في منصة ستوري تيل اللي مليانة بمختلف الكتب في اي مجال تتمنونه، ولو كنتم مشتركين جدد راح تكون عندكم فترة مجانية تقدرون خلالها تجربون التطبيق براحتكم، فلا تفوتون هالفرصة. تبدأ قصة دورثي إدي من طفولتها. انولدت دورثي في انجلترا وبالتحديد في لندن سنة 1904، وكانت الطفلة الوحيدة لأبويها فحصلت كل الحب والرعاية منهم، لكن للأسف الأسوأ صار لما وصلت لعمر 3 سنوات. ذاك الوقت صار لها حادث سقوط عنيف من درج البيت، وبسببه انصابت إصابة قوية في راسها لدرجة انها فقدت الوعي. ابوها على طول كلم الطبيب عشان يجي باسرع وقت، وفعلا جاء الطبيب وبدأ يفحص دورثي اللي كانت نايمة على السرير، وبعد شوية دقائق من الفحص والتأكد رفع الطبيب راسه وعلامات الحزن في عيونه وخبر ابوها وامها انها ماتت. كانت صدمتهم كبيرة جدا. بعد ساعة تقريبا كان الاب والام لا زالوا يكلمون الطبيب، وفجأة
سمعوا صوت جاي من غرفة دورثي، فراحوا وفتحوا الباب. كانت صدمتهم لما حصلوا البنت قاعدة تلعب ألعابها بشكل طبيعي، ولا كأن في شيء صاير. وبدأ الأب يعطي الطبيب نظرات نارية ويلومه لوم شديد على الخبر اللي قالهم إياه، الخبر الكاذب إن بنتهم ماتت، طبعا من حقه. لكن الطبيب كان بروحه منصدم ومذهول من اللي صاير، كان متأكد إن فحصها فحص دقيق وإن البنت ما كان في جسدها أي علامات للحياة، فكان بروحه مستغرب ما فاهم شو اللي صاير. فمن بداية هذه القصة تشوف الأحداث الغريبة اللي فيها، والغرابة ما وقفت هني وبس. أول شيء لاحظوه بعد ما بدوا يكلمونها هو إنها قاعدة تتكلم بلهجة غريبة. طبعا هي كانت طفلة وأصلا توها بدت بالكلام يعني، بس من وين جابت هاللهجة الغريبة؟ الأطباء اللي بعدين فحصوها شخصوها أن عندها شيء يعرف بمتلازمة اللهجة الأجنبية. هذه المتلازمة أنا كلمتكم عنها في فيديو سابق من زمان. المتلازمة هذه حالة نادرة تصيب بعض الأشخاص بعد ما تجيهم ضربة قوية وعنيفة في راسهم، فلما هذه الأشخاص يغمى عليهم ويقومون من الغيبوبة يبدأون يتكلمون بلهجة غريبة ما عمرهم تكلموا فيها. دورثي بدأت تخبر أبوها وأمها عن أحلام صارت تجيها بشكل دائم، أحلام عن مكان جميل جدا كانت توصف لهم فيه، مبنى كبير في أعمدة ضخمة، مبنى مثل القصر أو المعبد. وكانت تتكلم عن حديقة مثل الجنة موجودة جنب هذا المبنى، كان مكان ساحر خطف عقلها بشكل كامل. طبعا دورثي في ذاك الوقت بعدها كانت في سن صغيرة، فما كانت مستوعبة شو طبيعة هذا المبنى أو المكان اللي تحلم فيه، لكنه بالنسبة لها كان أجمل من أي شيء في الحياة الواقعية. من كثر ما صارت تحلم بهالمكان وتعلقت فيه، صارت أمها تحصلها على سريرها تبكي بعد ما تقوم من النوم، تبكي لأنها مشتاقة تروح لهذا المكان، مشتاقة تعيش فيه، مشتاقة تشوفه. صارت تسمي هذا المكان اللي تحلم فيه بيتها، صارت تقول إن هذا بيتي، وصارت خلاص ما تعترف بالبيت الفعلي اللي كانت عايشة فيه. صار اللي في الحلم كأنه واقعها، واللي في الواقع كأنه مجرد خيال. كانت أمها تحاول تحاورها وتقولها إن هذا اللي في الواقع هو بيتها وهم عائلتها، لكن دورثي كانت ترفض وتقول إن بيتها هو هذا المكان أو المبنى اللي تشوفه في أحلامها. استمر الوضع على هالحال لفترة، لحد في يوم من الأيام ما أبوها وأمها أخذوها للمتحف البريطاني، وهناك كان في قسم مختص بالآثار والحضارة المصرية القديمة اللي هي حضارة الفراعنة. وأول ما شافتها دورثي صابتها حالة قوية من الحماس وبدت تصرخ هذا بيتي هذا بيتي. كانت تأشر على بعض المجسمات للمباني المصرية القديمة، يعني شافت ان اشكالهم مثل اشكال المبنى اللي كانت تحلم فيه. صارت تتأمل في هذاك القسم اللي كان مختص بالآثار المصرية وهي مسحورة ومبهورة، وحتى بعدها بدأت تقبل أقدام التماثيل اللي كانت موجودة في هذاك القسم، وبدأت تقول هذيل ناسي وهذيل أهلي وجماعتي، وتردد عبارات تعلق قوية جدا، وصارت تبكي وصارت تظهر عليها كل علامات التأثر اللي ممكن تتخيلها، كأنها فعلا رجعت لبيتها وأهلها بعد غياب طويل. طبعا كان الموقف محرج شوي بالنسبة لأبوها وأمها، يعني هي قاعدة تركض في الممرات ما بين غرف الحضارات المصرية في المتحف وقاعدة تبكي وتصرخ بهالعبارات الغريبة، الشيء اللي بطبيعة الحال أثار استنكار الناس ووجه نظراتهم عليهم. لكن قدروا أمها وأبوها أنهم يهدونها ويسحبونها من المكان ويطلعون. بس دورثي الحين خلاص ربطت هذا المبنى والحديقة والمكان الجميل اللي كانت تشوفه في أحلامها بالحضارة المصرية القديمة، فهذا أدى إلى تعلقها بشدة بهذه الحضارة، صارت مهووسة فيها، صارت تبحث وتقرأ عنها دائما، وصارت تطلب من أبوها وأمها أنهم يزورون كل الأماكن والمتاحف اللي كانت تستعرض أي مجسمات أو معروضات من هذه الحضارة في لندن وإنجلترا. المهم أن دورثي الحين صارت متعلقة بالحضارة المصرية القديمة، وهالشيء سوالها مشاكل حتى في المدرسة، يعني يقول لك أنها هي كانت أصلا تروح لمدرسة مسيحية كاثوليكية وأهلها
كانوا كاثوليك متدينين إلى حد ما. فبدت دورثي تقارن الكاثوليكية بالأديان المصرية القديمة، وهالشي حطها في كثير من المشاكل اللي تسببت حتى بعدين بطردها من المدرسة. لما وصل عمرها لست سنوات، دورثي اللي كانت تعرف كيف تقرأ وتكتب بالإنجليزي بشكل جيد جدا، بدأ اهتمامها يروح للهيروغليفية، واللي هي الرموز اللي كانوا يستخدمونها المصريين القدماء والفراعنة للكتابة والتواصل. وكانت تقول انها تعرف هذه اللغة لكنها نسيت كيف تقراها. وفي يوم من الايام طاح نظرها على صورة لبقايا معبد الفرعون سيتي الاول اللي كان موجود في مدينة أبيدوس المصرية القديمة، وكانت تشوف الصور هذه وتقول هذا بيتي. هالمعبد كان عبارة عن مبنى كبير في أعمدة مثل المبنى اللي كانت توصفه في أحلامها، وكانت دورثي مقتنعة أن هذا هو المبنى والمكان اللي تحلم فيه، وأن هذا المكان كان بيتها. لكن في نفس الوقت كانت مستغربة وتسأل عن الحديقة اللي كانت تشوفها في أحلامها، وكانت تسأل وين الأشجار، كأنها ما مستوعبة أن هذا المبنى عمره آلاف السنين، وطبيعي إذا كانت في حديقة موجودة هني فطبيعي انها تختفي بعد كل هالزمن. وبعد كانت تشوف صور لمومياء الفرعون سيتي الاول اللي هو يعني صاحب هذا المعبد، وكانت تقول انها تعرفه شخصيا، الفرعون اللي عاش من الاف السنين تعرفه بشكل شخصي حسب كلامها. ظلت دورثي تتعمق اكثر في الحضارة المصرية وتدرس عنها اكثر واكثر خلال سنين حياتها، وصارت حتى تقدر تقرأ وتكتب بالرموز الهيروغليفية، وصارت خبيرة الثقافة والحضارة المصرية القديمة في سن صغيرة جدا. ظلت دورثي تحلم بهذا المبنى أو المعبد الفرعوني القديم والحديقة الجميلة، بس مع الأحلام الجميلة أيضا صارت تحلم بكابوس متكرر، كابوس كانت تحلم فيه دائما، وكانت تشوف نفسها في هذا الكابوس في مكان أو قبو مظلم، وقدامها كان واقف كاهن معبد، واضح أنه كان كبير الكهنة من شكله، أو هذا كان تصورها عنه. فكان هذا الكاهن واقف قدامها وقاعد يسألها أسئلة ويستجوبها بطريقة عنيفة، بس هي كانت ترفض الإجابة وترفض أنها ترد عليه، فكان يضربها ويعنفها أكثر. هذا الكابوس اللي كان يتكرر عليها دائما راح نفهمه أكثر بعدين في القصة. المهم لما صار عمر دورثي 27 سنة، وبسبب بحوثها ودراساتها لشأن الحضارة المصرية القديمة، أدت هذه الظروف إلى التقائها برجل مصري اسمه إمام عبد المجيد، واللي كان مدرس إنجليزي في ذاك الوقت، فوقع في حبها وطلب منها أنها تتزوجه، وهي قبلت على طول بدون تردد. ما واضح إذا كانت قبلت الزواج منه حبا فيه ولا حبا في انه مصري وراح يعيشها في مصر بطبيعة الحال، مصر اللي بالنسبة لدورثي كانت تعتبرها مثل موطنها، مع انها ما راحت لها البلد قبل في حياتها. وبعد ما تزوجوا ووصلوا لمصر، نزلت دورثي على الارض وقبلتها وقالت انها اخيرا وصلت لبيتها. وبعدها بفترة مش طويلة دورثي وزوجها رزقوا بولد، ودورثي أصرت على أنهم يسمون هذا الولد باسم سيتي تيمناً بالفرعون سيتي الأول، ومن هني دورثي حصلت لقبها الأشهر اللي انعرفت فيه بعدين واللي هو أم سيتي. بعد هذا تدعي أم سيتي أن صارت تزورها في منامها روح مصرية قديمة اسمها حور راع، هذا الاسم اللي قالت عنه دورثي، وقالت أن هذه الروح في الواقع هي نفسها روح الفرعون سيتي الأول، وتقول أن هذه الروح اللي اسمها حور راع بدت تخبرها عن حياتها السابقة، وما كانت هذه الروح تزورها في الأحلام وبس، لا كانت كأنها تشوفها على الواقع. يعني لما يجيها حور راع في حلمها مثلا، تقوم من النوم كأن عقلها في حالة ما بين الوعي واللاوعي في نفس الوقت، مثل الشخص اللي يمشي وهو نايم، وكانت تكتب اللي يقولها إياه حور راع على الورق باللغة الهيروغليفية اللغة المصرية القديمة. كانت تتصرف كأنها متلبسة، حتى زوجها لما يقوم ويحاول يناديها وهي تكتب ما تستجيب له، كانت كأنها في عالم ثاني معزول عن العالم الحقيقي. أم سيتي كتبت حوالي 70 صفحة باللغة الهيروغليفية توصف القصة اللي حسب ادعاها ان حور راع كان يحكي لها اياها. فشو قالها حور راع؟ باختصار القصة تقول ان روح ام سيتي هي في الواقع روح كاهنة مصرية قديمة اسمها بنت رشيد. هذه الكاهنة اللي اسمها بنت رشيد قصتها انها لما كانت طفلة
تركت من قبل أهلها على باب المعبد، ولما وصلت عمر 12 سنة خيرها كاهن المعبد إما أنها تطلع من المعبد وتعيش حياتها بروحها وبحريتها بدون ما حد يتدخل فيها، أو أنها تظل كاهنة في المعبد لكنها تقسم وتنذر النذور أنها راح تظل عذراء مدى حياتها. طبعا هي بعدها كانت ذاك الوقت طفلة صغيرة عمرها 12 سنة، وكان شبه مستحيل عليها أصلا أنها تعيش حياتها بروحها، فقررت أنها تصير كاهنة في المعبد وتقطع النذور وتعاهد على أنها راح تظل عذراء لباقي حياتها. لكن بعدها بعدة سنين التقت بالفرعون سيتي الأول ووقعوا في الحب، وهذا الحب أدى فيهم لفعل الحرام، ومن بعدها صارت الكاهنة حامل. لما اكتشفوا أنها حملت تم حبسها واستجوابها من قبل الكاهن الأعلى في المعبد، الكاهن اللي تعهدت قدامه أنها راح تظل عذراء لباقي حياتها، وبدأ الكاهن يسألها ويستجوبها عن الشخص اللي حملت منها وكيف صار هالشيء، لكن بنت رشيد أو الكاهنة هذه رفضت أنها تتكلم وما كانت تريد تفضح الفرعون سيتي الأول، فظل الكاهن يستجوبها ويضربها ويعنفها لفترة طويلة، نفس المشهد اللي شافته أم سيتي في كابوسها اللي تكلمنا عنه من قبل، الكابوس اللي كان يتكرر عليها دائما. نهاية قصة هذه الكاهنة بنت رشيد كانت بالانتحار، صارت خلاص ما قادرة تتحمل الوضع فقررت انها تنهي حياتها بنفسها. هذه القصة اللي رواها حور راع لأم سيتي على مدى سنة كاملة تقريبا، وهو يجيها في احلامها وتجلياتها هذه اللي كانت تصير لها. ومثل ما قلنا أم سيتي لما كان حور راع يقولها القصة كانت تكتبها وتسجلها على الورق باللغة الهيروغليفية، وكتبتها بكامل تفاصيلها في 70 صفحة. لكن خلال هذه الفترة زوج أم سيتي إمام عبد المجيد بدت تجي حالة قلق وخوف من أم سيتي، خاصة لما تجيها هذه الأحلام والتجليات وتبدأ بحالة الكتابة باللغة الهيروغليفية، فقرر أنه اكتفى خلاص من هالأشياء وقرر أنه يطلقها. بعد ما طلقت أم سيتي من زوجها ظل ولدها سيتي معاها، وانتقلت وياه لمحافظة الجيزة في منطقة اسمها نزلة السمان تقع جنب الأهرامات المصرية. وفي هذيك الفترة تعرفت على عالم الآثار المصري الكبير الدكتور سليم حسن، واحد من أشهر علماء الآثار في تاريخ مصر. الدكتور سليم حسن انبهر باطلاعها ومعرفتها العميقة بعلم المصريات اللي هو علم دراسة الحضارة أو الآثار المصرية القديمة، ومن انبهاره فيها قرر أنه يوظفها عنده كمساعدة. كانت أول امرأة تتوظف في قسم الآثار المصرية، أول امرأة. ومن ذاك الوقت صارت تتعرف على كثير من علماء الآثار المصريين وكونت علاقات كبيرة معاهم. بعد ما مات عالم الآثار الكبير سليم حسن توظفت دورتي عند عالم آثار كبير ثاني اسمه أحمد فخري، واللي كانوا يلقبونه بشيخ الأثريين في ذاك الوقت من شدة قوته وتعمقه في هالمجال. أحمد فخري خير أم سيتي بين وظيفتين، الوظيفة الأولى في مكتب سجلات الآثار في القاهرة وكانت وظيفة براتب حلو، والوظيفة الثانية كانت رسامة أثرية في أبيدوس في معبد الفرعون سيتي الأول، المبنى اللي طالما اعتبرته أن بيتها ولطالما حنت له. لكن هذه الوظيفة كان راتبها ضعيف، بس على طول وبدون تردد اختارت أم سيتي الوظيفة الثانية اللي راتبها أضعف بكثير، والسبب طبعا لأنها كانت تريد ترجع للمكان اللي تعتبره بيتها وتريد تعيش فيه مرة ثانية. بمجرد ما دخلت أم سيتي للمعبد قالت أنا بالتأكيد عشت هني، ما في مجال للشك، وظلت تتكلم عن معرفتها لهالمكان وخباياه. فرئيس قسم الآثار اللي موجود في المعبد أو رئيس المفتشين في قسم الآثار اللي كانوا موجودين في المعبد قرر أنه يجرب ويسوي لها اختبار. كانوا طبعا عارفين عنها وعن ادعاءاتها وقصتها الغريبة، القصة كانت معروفة ومنتشرة ما بين المختصين وعلماء الآثار. فقالها هذا الشخص رئيس قسم الآثار هناك إنه بيجرب معاها تجربة عشان يشوفون إذا هي فعلا تعرف المكان مثل ما تدعي. فأخذوها لغرفة مظلمة ووقفوها قدام لوحات جدارية وطلبوا منها تتعرف على هذه اللوحات بدون ما تشوفهم، كان لازم تتعرف عليهم من خلال المكان اللي هم فيه. يعني هي طبعا تدعي انها كانت كاهنة في هذا المعبد، فأكيد انها بتقدر تتعرف على هذه اللوحات من خلال مواقعها. وفعلا قدرت أم سيتي انها تتعرف على كل اللوحات
مع انهم كانوا في ظلمة داكنة ما حد يقدر يشوف فيها شيء. بيقول شخص ممكن تكون هي شافت هذه اللوحات في صور سابقة او دخلت المعبد من قبل، لكن بحسب المعلومات ان هذه كانت اول زيارة لها للمعبد. وايضا المفروض ان هذه اللوحات من الاساس ما تم نشرها او نشر مواقعها او معلومات عنها سابقا، فكيف قدرت تتعرف عليها؟ ما حد يعرف. ظلت ام ستي تشتغل في المعبد مع قسم الاثار خلال السنين اللي بعدها، وساهمت باعمال واكتشافات كبيرة في هذا المكان وهذه المنطقة. واهم انجاز سوته كان هو انها حددت موقع الحديقة، الحديقة اللي كانت دائما تشوفها في احلامها، الحديقة اللي اختفت بعد مرور آلاف السنين على هذا المكان. فراحت أم ستي وأشرت لهم على منطقة معينة جنب المعبد وقالت لهم أن الحديقة في هذا المكان أو كانت موجودة في هذا المكان، وقالت لهم أن لقاها الأول بالفرعون سيتي كان في هذه الحديقة. وفعلا بعد ما حفروا في المكان في المنطقة اللي أشرت عليها أم ستي حصلوا آثار الحديقة موجودة ومدفونة تحت هذا المكان، كانت بنفس الوصف اللي وصفت لهم إياه، نفس توزيعة المكان والأحجار والأمور الثانية وأشياء المفروض أنها ما كانت تعرفها، أشياء مدفونة تحت الأرض ما حد المفروض أنها يعرف عنها شيء. ومن الاكتشافات اللي ساهمت فيها بعد كان اكتشاف أنفاق تحت الجانب الشمالي من المعبد. ما كانوا حافرين في هذا المكان من قبل، فقالت لهم أم ستي احفروا هني وراح تحصلون أنفاق موجودة تحت. وفعلا حفروا وحصلوا أنفاق أو قنوات مثل اللي وصفتها أم ستي. كيف هذه الإنسانة تعرف كل الأشياء؟ ما حد كان مستوعب. اكتشاف آخر كبير ساهمت فيه كان لضريح موجود في واحدة من مناطق المعبد، منطقة كانوا يسمونها وادي الملوك، وفعلا نفس الشيء في هذا المكان اللي أشرت عليه أم ستي حفروا فيه وقدروا يحصلون ضريح مثل ما قالت. الموضوع كان محير على كل المستويات، علماء الآثار ما كانوا مستوعبين كيف كانت تسوي هالأشياء، وما كانوا بعد مستعدين يقبلون كلامها إنها هي روح الكاهنة الفرعونية القديمة اللي عاشت في هذا المعبد قبل آلاف السنين. بس في نفس الوقت ما كان عندهم أي تفسير للاكتشافات اللي دلت عليها وقادتهم لاكتشافها. في تفاصيل أكثر عن اللي صار في هذيك الفترة وموجودة وموثقة، بس ما راح نتعمق فيها كثير، ما أحس إنها مشوقة لذيك الدرجة. المهم الفكرة العامة إن أم ستي كانت ظاهرة محيرة بمعنى الكلمة، وبشهادة كثير من علماء الآثار المصريين المعروفين كانت أم ستي تتمنى أنها تدفن في هذا المعبد بعد ما تموت، وحتى سوت لنفسها ضريح صغير وطلبت أنها تندفن فيه بعد ما تموت. لكن بعد ما ماتت فعلا في سنة 1981 رفضت السلطات المصرية أنها تحقق لها طلبها، وتم دفنها في الصحراء خارج واحدة من المقابر القبطية في قبر بدون علامة حتى. ففعلا الحين احنا ما عارفين بالضبط شو التفسير المنطقي اللي ممكن حصله لقصة أم ستي والأحداث اللي صارت معاها. هل كانت ضربات حظ؟ هل كانت هي ممكن تكون عندها ذكاء في هالأمور ورؤية ثاقبة؟ هل كانت عبارة عن سلسلة من الخدع بطريقة ما؟ هل ربما هذه المعلومات مغلوطة أو مبالغ فيها وانتشرت بطريقة ما؟ يعني كل احتمالات موجودة، لكن احتمال ان نصدق قصتها بانها هي نفس روح الكاهنة الفرعونية القديمة فهذا احتمال مرفوض تماما. انتوا شو رايكم في الموضوع؟ اكتبوا لنا تحت في التعليقات. ولهني نكون وصلنا لنهاية مقطعنا، اتمنى تكونوا استمتعتوا فيه. اذا استمتعتوا طبعا لا تنسون تضغطون على زر اللايك وتشتركون في القناة وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم المقاطع الجديدة اول باول، وهذه بعد مقاطع سابقة تقدرون تستمتعون فيها. شكرا لكم على المتابعة، اشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.